العاصمة الرملية هذه هي دخول جبهة هوائية باردة وتصحب كتلة هوائية باردة سيبيرية، وهي من الأسباب الرئيسية ما سببت هذا الغبار المثار، خاصة أن الغبار محمول من خارج الكويت وكذلك من داخل الكويت بفعل الرياح النشطة التي يعني والقوية التي وصلت سرعتها وزادت أحيانا عن 70 كيلومتر بالساعة خلال صباح هذا اليوم وحتى الساعات القليلة الماضية، وانخفضت الرؤية أقل من 500 متر في بعض المناطق. ولكن متوقع أن يبدأ التحسن التدريجي بالنسبة لترسب الغبار. الآن الرؤية الأفقية في مناطق غرب الكويت تزيد عن 4 كيلو مثل في السالمي والشقاية، ومناطق شمال الكويت العبدلة الآن 2 كيلو الرؤية الأفقية، أي هناك في تحسن. كذلك الرياح بدأت تخف إلى أقل من 40 كيلو على المناطق البحرية بعد ما كانت من أكثر من 70 كيلو في الصباح. قبل فترة يوم أو يومين نحذر الإخوان، دائما نعاني هذه المشاكل، أن نحذر الإخوان أن هناك في فرصة يعني نشاط ولا لذلك يعني أو مثل غبار، لذلك نود من الإخوان والجميع التعاون معنا والالتزام في مثل هذه النصائح والإرشادات والتنبؤات التي باتت يعني دقيقة وقريبة عن الواقع اللي يحصل عندنا وعند الله سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما قلنا تحسن الليلة، يظل بعض الغبار الخفيف والانخفاض الكبير في درجات الحرارة المتوقع الليلة واليومين المقبلين، وكذلك الترسب للغبار يكون شبه الكل إن شاء الله غدا بإذن الله من بعد الظهر، يعني يظل بعض الغبار العالق خفيف ليس مثل حالة اليوم، حتى الرياح تكون أخف والأجواء تكون أفضل بكثير خلال اليومين في عطلة نهاية الأسبوع، ما عدا انخفاض الحرارة الملحوظ ليلا، وهذا اللي خلينا نجعلنا يعني نحذر إخواننا مرتادي البر بأخذ الحيطة بالنسبة لدرجات الحرارة التي قد تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، والإحساس يكون فيها حتى الصفر المئوي الإحساس وليست الحرارة الفعلية المسجلة. الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة بشكل عام إن شاء الله، وتحسن واضح بالأجواء واستقرار إن شاء الله خلال عطلة نهاية الأسبوع.